بسم الله. ربنا اشرح صدورنا الإسلام وبيض وجوهنا في كل زمان ومكان يعلم. قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ أي ما قلت لعبت لعبة الانتخابات والكلب ذايا الفريع ذايا يتنقل على يعني طرق تنقل تاع انبهار يبهر في اللي مشي نصبوا وراء أي سلاو أو درجة نارية فاخرة أو سيارات مالا بلندي فاخرة وزاد الطائرات ما هيش غايبة عن المشهد. ألا لعنة الله عليكم يا كلاب أموال الأمة مشات هكذا لسحر أعداء الأمة. ألا لعنة الله عليكم يا معشر المصريين الذين يدعون الإسلام بغير صدق، أنتم الأم الإئام. والحمد لله اللي رب يكشف لنا أسراركم يا أشأم خلق الله. والسلام.